النبي افتح لي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ مستعجل ليه؟ في العجله الندامة. انت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش زار. انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي 3 تعريف. لا ده قرش زار. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش زار. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي وادي تعريفي. وادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهب؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. صمت واحد يا اخي. صمت واحد. صمت واحد. صمت واحد. صمت واحد. صمت واحد. منك لله يابا. طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. صمت واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطا. قول لي يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين. صوفيا. صوفيا القشطة. طب عندي الشفا. صوفيا صوفيا. طب انت الشركه اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوك. صوفيا. ايه صوفيا؟ صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية. سونيا جميله. جميلة قوي. حد شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال 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 المسعرة دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فاضيلك. أول مرة تنزل مصر. إيه؟ أول مرة تنزل مصر. أيوه أنا أول مرة أنزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ عشان امي ماتت. الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه. صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجه وحشه. وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم. انقهرت عليها. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومة حتى تعرف. ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرالي بقى. قريبك اللي في الورقة دي. قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ده مامي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العمارة ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار. نزلني فين؟ المسعار. تنزل المسعرة. ايوه المسعرة. ايوه. تسأل اي واحد يقابلك وتديله الورقة دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضري. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجلة. ابو عجلة؟ هو
اسمعني قول شفتك فين شفتك فين باين اني سالتك ابو عجلي تشكر قوي يا اخينا مع السلامه يا بلديه يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي مش تدفع ثمن السوبيا لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ خد يا سيدي خد اهدى قرش تعريف قرش تعريف دي الكوبايه تمن 10 ساغ 10 ساغ ليه شويه الميه البيضاء دول 10 ساغ اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس متخش وسطك محدش يسمع اكتر من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه باب ايه ده كان لسه على طرطوفة لسانه دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير هم الوزراء بقى لهم ابواب امال باب ايه بس باب ايه هو باب حاجه ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب امال باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويله باب البحر باب اللؤ ايوه ايوه هي باب اللؤ دي عليك نور طب يا اخي قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا امر لله يلا بينا ايه رايح فين رايح باب ال باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش حوش هنداوي هنداوي انت هنداوي ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الهام يا ولي مين حاجينا ساعه زي دي الهام قوم يا راجل افتح دي هدي طيب طيب انكتمي باي مين خالي بالحضن يا خال مين حسنين ايوه حسنين بشحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك اهلا يا حسنين بركه انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعالى يا راجل هناك تعالى اهدي فر فر ايه دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يا في الزهوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه ايوه والله وازاي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايه ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش تعيش يا مرات خالي ما قلتش في حاجه وحشه بقيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي ما انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب بقول لك ايه ايه تعالى اقعد هنا انا هنام هنا جاني بنام هنا ما تنام انت على الكنب وانا انام هنا يا خال يا جدع ما يصحش قوم تعالى معايا هناك قوم ده انت عليك تحكمات فاطمه ايه بقول لك ايه قومي حضرين اللقمه اتعشى بيه لا ودي وقعت ايه دي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني سوني ايوه بتاع بيضه كده هات لي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش معلش استهدى بالله بكره تنسي انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا قول ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحه تهد جبال انت فاكر نفسك ليه قوم جامد قيمتك قوم معلش يا راس ابعاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه ايه طول بالك
مطولوا على الاخر. لا طول بالك شغلك. طول بالك يا ريس، احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو مش كفاية جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يا ولية يا عيني يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضة. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو. هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي. انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخر. قوم يا باغر. ما تشد حيلك ومال يا حسنان. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي. ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال. بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا عم شيل يا عم. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يا عم. يلا شيل. يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هي دي في تيمين مسلح، تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده، ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا ولد اخرس. خرست يا خال خرست. اخرس يا ولد. وعبي يا جرونجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده، طب حش وسطك. بقول لك ايه يا احسن؟ ايه يا اخي انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خالي اللي هروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيني عايزهم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت ليه؟ قال لك انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. Wee, 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 wee.
شغال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام يا اخي؟ باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا يا اخي؟ وانت ما عارف لحد الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام علي. ام عدن. حاضر يا خال. حاضر. العيشة تقرف يا اخي. معلش ما تقلقش بالك، هو بني ادم على نياته وشرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو في احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. قال لي لا، انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت، لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا، لازم عندهم أكل عايزين ياكلوهم من ورايا. أمال إيه اللي إيه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ أيوه. مسكويت. وإيه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ أيوه. بيعملوا به إيه دي؟ وإيه الأحمر دي؟ شاي. شاي أم حسن؟ مفيش يا ابني أم حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. مين؟ افتح يا خالد. ايه؟ اول حي يرجع. افتح يا خالد. ما تردش عليه. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن؟ الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فز وبتخمد. انا مش هتخمد. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعاش. قولوا لابوها ان كان جعان يتعاش. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام.
اديني جبت لك شغلانه سهله اهي، ما فيها شيء ولا حظ. انا عاجبكم قوي في البيع والشراء. ربنا سهل. استاذن انا بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا خال. تعالى ما افهمك. هتفهمني هي محتاجه حاجه؟ ده حاجه بسيطه. بره. تاكل احسن. ايه تاكل؟ انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار مره ما يقص صاحبه. الله، يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حيفع في شغلانه ده. انت بتلفق في ايه؟ قطوع اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال، الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش، ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اخت زيي. هتنفخر بيا يا اخي النفخرة. وراح شغالك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده في بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه، خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفز من هنا. امي امي كخابر، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لكم اهو، قوم فيز انت اهو، قوم يا خالد كمان. يا فوطه يا مجنونه يا فوطه. فوطه ايه يا ابني؟ اسمها قوطه مش فوطه. قوطه ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط، لكن هنا اسمها قوطه. خلاص انت حر، قوطه قوطه. يا مجنونه يا بنت المجنونه يا قوطه. هي مجنونه بس مش بنت المجنونه ولا حاجه. طب بقول لك ايه؟ بدمها مجنونه كده، ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساء عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت، او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجريه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا، اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش. يا ترى ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ لما حته نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟
ام احمر صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تليه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي؟ لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا حواقفك تسد الداهية. يا ولا ولا محمد ولا سعد. بس ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ ولا مش عايزين تعشوني يعني؟ اوعى تجيب حاجه فيكم. يا خال مفيش. يا خال اسمع كلام يا حسنين يا ابني، احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاد شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. هو في حد ما يخافش من مراته؟ تفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل لغايه موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. ألا أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أدينا هنزل يا أخويا ما تسوق. أدينا افتح لي الصخبطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا. روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي جنب الناس الشروكه بقى، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدا الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو بيشتهي بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى. يلا بره. روح انت ده. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشطه. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي.
يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانة. سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. يا سي حسسنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبيه. ماني عارف، بس كل ما اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني احنا في استريحه. بيعملوه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي يا حساسه سنين. انا بالمؤاخذة الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له وعاها انتكه. انتكه؟ انتكه ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه. اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذوا الحلزوني واروح بلدنا. تروح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. هذا مدخول الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. هات اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه روم بعدين، عارف مرقه روم؟ اسمع كلامي، محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ وادي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بلهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح بيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جماعه هو. اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا، ده انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعك ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ يا هاموش، يا سيد هاموش، خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده. وانت؟ انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم،
عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص خلاص، انت استسلمني بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك. تعالى لي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق، يا نهار ازرق، يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على ناس يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا عجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكنه. يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جايبك تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش حاضر تتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك. بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس.
الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما تجيب حاجه لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا يا فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاعد عبيط ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا اتعش. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية، ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ ده دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه، انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت؟ وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. قال لي قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5 6
6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الاكل اللي انا اكلته ده ب6 جنيه و20 قرش. ليه؟ قاعده في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حته لحمه قد كده مشويه وشويه سلطه ب6 جنيه. من فضلك يا انسه، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك ايه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما قبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك من ايه؟ الام اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك، امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضو. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفع حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات الوقت؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ست بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطط نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا. أنا ساكن في الرصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ما أجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية. خلاص، يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل. انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادل انت ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الترع للعمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ موش. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي، بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه، ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يوميتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجر وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه. انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. ايه دي؟ امسك يا بلغه. ايه
يا ربنا يكرمك يا ربنا يخليكم يا ربنا يكرمك على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات تديني 2 جنيه ربنا يديك 10 جنيه تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه إلهي ربنا يكرمكم ربنا ما يحرمكم من نظركم إلهي ربنا يكرمك يا سيد فوت قدامي اهدي ايه يا جدع انت بقول لك فوت قدامي افوت قدامك في ايه ما سيبنا اشوف شغلي شغل مين يا متسول ايه متسول دي انت بتغلط ليه سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش اكل العيش متسول وانت مالك انت اتسول زي ما انا عايز ليه الحقد دي عايز تتسول ما تتسول كلم الحكومه متسول حكومه حكومة ايه انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك، قدام على العربية اللي جرك من الاول. الله وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غير التسويق. ده باين لها جد. يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد كل يوم ملهمش شغل غيرنا كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح كل خربوا بيتنا خربوا بيتنا خلاص خلاص معلش معلش خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كفالته اتفضل تشكر شاوشني روح يا شيخ ربنا يخلي لك امك واولادك قوم يا ولد قوم امسك خد البرشامة دي وانت هتبقى فل الفل امسك يا ولد الحمد لله كتر خيرك انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه يا راجل ما تقولش كده ربنا يديك الصحة انت بس هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم زي ما يكون ايه بني ادم امال انت ايه يا ولد جاموسي ده انت بني ادم ونص اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح ما بتبرش نفسك يا جزمة سرمة ايه؟ سرمة اسمي سرمة بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمة والسرمة انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب ده بنخاف نصرف ده نسحب بحق وحقيقي وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف الارزاق بيد الله والرزاق موجود كلامك حلو قوي واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباد؟ سرمة ايه؟ سرمة حسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل سرمة خلاص يا اخي الله ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه ايوه يا جدع مستغلين اخر استغلال وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا على قولك طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي كلها ليلتين في الحجز يا حسنين كم؟ ليلتين يا حزن الحزن طيب 6.5 جنيه 7 جنيه و20 قرش وشيلن بقشيش ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل لا مش واكله انا مستنيه واحد طيب ما جاش ليه هو مش بيجي كل يوم يا اسمك ايه هو مين ده الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح لا يا ست ما بيجيش كل يوم ده بيجي ايام دي وقعت ايه دي بس انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل الله انت هتحلي قبل ما تتغدي انا حره يا اخي طيب اسمع ايه اسمع يا اسمك ايه نعم هو الكريم كراميل ده بكام عندكم ب50 قرش الواحد لا النص طب هات لي نص اصل انا عامله رجيم قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش يا
ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانة. وش تعالوا فرحين بدكم خيمة ما كده طلعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص انا ما تكلمش المعنانة بالطريقة دي. انت اللي تخلص يا غبي. غريبة محدش ما بيعينك. ما تقولش واد ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس تسكت يا بغل. حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه سيبه. لما مكان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامي. تلميذ في شغلنا سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله. وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق هنا عينك ومعروف إنه حرامي. لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله. بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل ما اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقنة. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي تديه لامك. امي انا ما بتكلمش عن نفسي وبس. انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي. وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. أدوه. والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. Thank you.
معلمين احنا معلمين بس مش شحاتين لا احنا معلمين احنا معلمين احنا معلمين اسم شحاتين لا احنا معلمين ناخد ما نقولش لا لله 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 حسنت نفس وزاء حسنا لله لله ناخد ما نقولش لا لله 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 حسنت نفس ورقة حسنا لله لله ناخد ما نقولش لا حسنت نفس وزاء ناخد ما نقولش لا حسنت نفس ورقة وبفلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين الشحاتة بحداه وفلاوة والقرش بالتباتة بنجيبه من الهوى بنجيبه من الهوى حسنا يا محسيني خليكوا حنيني حسنا يا محسيني خليكوا حنيني حسنا يا محسيني خليكوا حنيني كتيرة مش قليلة خليكم بحبحين خليكم بحبحين ناخد ما نقولش لا حصلت نفس وزاء ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقة وبلاوة وشطار بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين غلبان في دنيته ودي الصنعة ومنها يكسب مدام دي غيته ده في الغلبان صفات عمره ما يقولش ها ده في الغلبان صفات عمره ما يقولش ها ده في الغلبان صفات عمره ما يقولش ها لكن الشحات معلم وبيبني في عمارات وبيبني في ناخد ما نقولش لا لله 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 حصلت نفس ورقة ناخد ما نقولش لا حصلت نفس ورقة وبلاوة وشطارة بنروح مبسوطين ويقولوا شحاتين لا ده احنا معلمين برضو ما جاش هو مين ده اللي ما جاش اللي انت بتدوري عليه انا ما بدورش على حد اما مش ده مطعم ايوه مطعم انت جاي تتغدي بقى لا مش للدرجه دي مش بالظبط هو ما جاش ليه مش عارف والله اسبوع بحال وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده طيب هتقعدي لا طيب همشي ليلتك فل يا فل عايز ايه يا سي زفت زفت برضه مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه يا حمار الله يسامحك زعلت قوي ده الحمار هو اللي يزعل يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني مروقش ليه يا خليل الله عجبك الرميه اللي انت فيها دي يا يعني انت صاحبي من زمان انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي عايز ايه يا غبي عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا وهنديلك بدل التلت النص يا عم وما تقولش لحد واذا ما كنتش عايز اشتغل لحسابك اخو ده اللي مش ممكن ابدا نجوم السما اقرب لك مش هتقدر تفلفص مننا كان غيرك اشطر اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني هنشحت منك رقبتك
فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان سوى 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 سوى. كل لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تسمح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده منظر واحد أجنبي؟ أصلهم دايماً يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوه أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي؟ أتغدى؟ لا يا عم، حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلينها والعه. ولعت ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل بكره تكبر يا خدامك حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شوفت حاجه، انا شوفت حاجه. عليا النعمه ويمين على يمينك لا انت واخدها. عيب ايه؟ مش حاجه بقى، مش واخد فلوس عشان شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوه نفس الوانه وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكره. خلاص بكره بكره. الهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا كده؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت مالك انت جدع؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راخ عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجله، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشية معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. اعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دواهي 35,000 جنيه للشقه.
يا بلاش يا بلاش 35000 جنيه بالشقه. الو اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني مش عاوز معوحة كتير. وضوح يا فايق انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. تحت يا حمد حاجه زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجه تحت؟ اه بيغسلوا سلم العماره النهارده. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حمد الغباوه دي؟ مالي انا ومال التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيفوتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه سعادة البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده، كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بيتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساخ. تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو، ماليش دعوه بالشحاتين كداء المية. كل زبون ناكف فيا لحد ما يدينا الاجرة. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قوم يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فم. أه فم. أني فم؟ فمتي ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ دي اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي.
لا انا بتكلم بجد، ما معكش شهاده جامعيه؟ لا. احسن. امال يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ انا الحمد لله بكسب احسن من بتوع الجامعه. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى ان عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسالوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ الا بسرعه كده؟ ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر مترو الانفاق. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمة طلع مش عارف، والاماكن اللي راحها ما تدلش عليه انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش شحات في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. صباح الخير، قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتة. تعجبني عريس. الا عريس؟ اه، ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو وما بخرت الشقة بعد الصلاة، بس اوعى تقول ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقول لي يا نانا. اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مرة. يا بنتي يا شقيه، طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايزه كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل استريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معزه. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كل نفليكس. حاجه ساعه اي حاجه. حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش ب10 امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له ب10. عظيم. ده بعد كام سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ ده مؤاخذه، انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوه. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل، بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش، تعيش يا عمي. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عمي؟
ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساعة يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تسخطيشني بال مجلوقين عليك. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تسخطيش. الظاهر يا ابني إن أنا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاجة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلاليف؟ طبعا بني ادمين. ادي اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. أجدع ناس؟ أجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني آدمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز أي واحدة، أي واحدة بتاعت غرزة بتبيع حمص الشام، بتبيع دورة، بتلم سبارس، تتمناك. سبارس إيه وغرز إيه يا خليل؟ أنا عايز أبقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجه، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره؟
تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده، نوفر القرشينات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايده يا عيون عايده، انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز ادكم بومب. بومب ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع يعني ايه؟ مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه ازاي يعني؟ كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس ايه غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع ورحمه ام، انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع عايده؟ عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده وهاني لازم كنت اخلص ضميري، الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، انما انا شحات، مفيش اوطى من كده. وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ حسرق لك سرية ولا عقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري.
تقرير لمين؟ من الإدارة بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي لفايق عايش إنه إنسان شريف، وإنه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وأمانة. أما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش أي أساس من الصحة. وانت فعلا ما شفتش حاجة؟ تقرير ايه وإدارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه أكتر من 3 أشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاجة وموكيت وبلاوي زرقاء، وعمرك ما هتحقق اللي في بالك الا عن طريقي. ايوه بس فكر، فكر كويس يا حضرة الضابط. واذا اقتنعت هخليهم 150,000 جنيه. وافتكر كويس، الفرصة دي ما تجيش غير مرة واحدة. على فكرة ما تدفعش حساب. نيسان ديزل من محمد موتورز، اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص. ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار إيه ده؟ ماني إلهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الضابط. الله، إيه يا جدع أنت؟ أنت هتخني ليه؟ أسيبك بالليلة ألاقيك الصبح قدامي؟ أنا راجل أعمال، لازم أطرق على الحديد وهو سخن. الحديد إيه وسخن إيه؟ سيبني يا جدع أنت استرزق. اركب مش هتندم. أنا مشواري يكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما أشوف آخرتها إيه. الله، ايه الحكاية؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله، المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ ايه
احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستهل. انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه. وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا. وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك. على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب مبسوط ما احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. ده امضي. ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني. أقر وأعترف إن خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش أنا مش حظهره إلا إذا خنتلي. ما بلاش. ده شرطي الأساسي. أمري لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة. وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. وحياتي.
اي سجاير. ممكن اشيل الشنطه دي عندك خمس دقايق وحد ابوك ايه فيها فان الله. تشكر يا اخوي. سلام عايزني. انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسى اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتي. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه والعيش تعيش عايز. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى، ده خشبه حبشي؟ انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايه، انت زعزوعه عمري. انا زح. هو كده اضحك يا شيخه، منعول قوي الدنيا، لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين، احسن دول اصحاب فضل علينا. مين يا عايده؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ الله، انتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنقصدكم دلوقتي، هخلص شويه متعلقات واجي لكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني، يلا هناكل يا عيني. واحد ظبط واحد مسطول على النص يا بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي. بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح يا بعدين. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هيلا تورينوا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المره دي تبقى نصوحه هموش، وحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، الته هي اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. أنا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي أنا عملته باظ. نفسي أقابل حد فيكم ولو صدفة، هقطع خبره. جاكوا ده المية لما تتجقر تحت منكم. إيه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري وراه يا عزيز أطهر، ما تخلوش غيبة عن عينك، جري! أمرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية، ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكة التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. الواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلدوا بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكه الشحاتين. اي مملكه لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها. انت مسقف انت على النعمه، انت خساره فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعه، لازم تحضر لنا واحد تاني، لأن المكان ده سوء. ما
صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عيلك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوة بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا تيجي انت تاخده مننا سفلاه. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهورات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي احكي له حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه اللي لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش أي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. أيوة يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار أزرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. أنا خايف يا سعادة البيه لأكون مسألة الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. اه. اهلا يا سعاده البيت. اهلا 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 اهلا. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيت. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش برضه. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني سعاده البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيت جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد
وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحة واحدة. على كل حال يا بيه، احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكرة. وبيقولوا عامل فرح انتكا فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه، اجهزوا بكره يا ولاد، احنا عايزين نطلع الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. سهرة ملغمة في ناس متبسمة وناس متأزمة في ناس متبسمة وكمان ناس متأزمة. صح صح واسمع كلامنا، اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا، اسمع اسمع كلامنا. كلامنا صح صح يا معلمة، صح صح يا معلمة، صح صح ملغمة، صح 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 يا معلمة، صح صح ملغمة. واسمع كلامنا، اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا، صح صح يا معلمة. اللي بينسى غريبه علشان فيه انخدع، اللي بينسى قديم وقديم بنته هادي الجدع، ويملكه غريبه علشان فيه انخدع. الرسول ما تخونش، فتح عينيك ما تلامش، الرسول ما تخونش، فتح عينيك ما تنامش. امام اللي الديابة هاودنا ما تأمنش. في ناس متبسمة وكمان ناس متأزمة، ناس ناس متبسمة وناس متأزمة. صح صح واسمع كلامنا، اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا، اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا، صح صح يا معلمة. عشان تعدي ليلتك يا حلاوة فلالي، فكر حبة بحكايتك من قبل ما تنجلي.
عشان تعدي ليلتك ليلتك يا حلاوة فلالي. فكر حبة بحكايتك من قبل ما تنجلي. شوف جنبك هنا مين الناحية التانية مين. شوف جنبك هنا مين الناحية التانية مين. هتلاقي ناس بتضحك وناس متكشرين. في ناس متبسمة وكمان ناس متأزمة. ناس ناس متبسمة وناس متأزمة. صح صح واسمع كلامنا. اسمع اسمع كلامنا. صح صح واسمع كلامنا. اسمع اسمع كلام. صح صح واسمع كلامنا. صح صح يا معلمة. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. بس كنت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي مش كده؟ اه ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنة الشحاتة وحشة ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوش. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين المية وخمسين الف جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكرة نتفاهم. مفيش بكرة دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا يا معننا. دول اصحابي قوي اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي بيندهولك هناك. طب عند اذنكم. جاي هو. قلت ايه مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقول لك في الصباحيه. مين دول يا حسنين؟ الصباحيه هبقول لك انا.